Hello students from BTC Academy. Hope that you are all safe and doing fine. I am Wala. Welcome to BTC Academy online sessions. Today, in session 4, we are going to start with Microsoft PowerPoint Activity 1. الأسبوع الماضي حكينا إن إحنا أخذنا كإنترودكشن لمايكروسوفت باوربوينت، حكينا إن هو برزنتيشن بيساعدني إني أنا أوصل مسج أو بيساعدني لحتى أحكي عن معلومة من خلال لأودينس معينة من خلال شيء اسمه سلايدز، وأنا بحط الداتا تبعي بهول السلايدز. تعلمنا كيف نفتح نيو فايل وأخذنا إنترودكشن بسيطة للمايكروسوفت باوربوينت بالهوم تاب فيتشرز. انتقلنا لكيبورد ما سكيلز اند ماوس سكيلز، كيف نتعامل لفت بوتن رايت بوتن ماوس موفمنتس، هاو التفاصيل اللي حكينا عنهم لاست تايم. توداي وي ار جوينج تو ستارت وذ مايكروسوفت باوربوينت اكتيفيتي 1. هي الاوبجكت اللي قدامنا هلا حنحطها نحن بسلايد 1. حنيجي هلا نقول له انه ملاحظين شوي، حافتح نيو فايل اول قبل ما بلش، كبسه اليمين نيو مايكروسوفت باوربوينت، او مثل ما حكينا بكبس كبسة على ستارت باتون بكتب باوربوينت بتبين عندي، حروح انا على كبسة اليمين اسهلنا. اوكي، رايت كليك نيو مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن، بقول له انا انتر، بيطلع الدستوب. اوكي، بيفتح الفايل، ما في ولا سلايد، حيجي على نيو قول له بلانك سلايد. عملت انا سلايد 1، حيجي احط بقلبه هيدا الاوبجكت. مبلشين انه اتفقنا على انه الشيبس بيخدونا يا بالهوم تاب موجودين او بالانسر تاب شيبس، نفس الشيء. حبلش بالاول هلا هالشيب شو هو؟ ريكتانجل. سو حاحمل انا حبس اعمل سيلكت لريكتانجل واعمله بسلايد 1. حيجي انا هلا لهون كبس على ريكتانجل، اذا لا فوت على الانسر شيبس ريكتانجل اعمل له سيلكت وبعمل بهذا الشكل. هلا ما في داعي اعملها على كل سلايد يعني، بس انه يفضل ها تكون شوي بعيد. هلا الاشياء الجديده حناخذها اليوم هو شيء اسمه شيب تولز او ما يعرف بالدروينج تولز. شو هي هاي التولز؟ بتخليني اتعامل مع هذا الشيء، لون هذا الشيء بميلي، اتعامل مع الشيء بميلي التكست اللي بقلب الشيء. يعني اذا ما كبست عليها ما بتبين دروينج تولز، فوق كبست عليها بينت التولز، كبست على التولز فتحت عندي تاب جديد. بيقول لي هلا بهاي الميل الاولانيه بتعامل انا مع كل شيء له علاقه بالشيء، بالميل الثاني بتعامل مع كل شيء له علاقه بالتكست. اوكي، نجيت هلا بدي هذا الشيء الاوتلاين اند فيل. شو هن الفيل والاوتلاين؟ الفيل هو قلب هذا الشيء، يعني هلا شو لونه هذا؟ بلو. الاوتلاين هو المحيط اللي حوالي، يعني انا بدي الشيء فيل هو يالو، الاوتلاين لونه احمر. شايفين هذا الشكل؟ الاوتلاين صح هو احمر البوردر، اما الفيل هو يلو. بدي اياها بدي نقي ستايل من هذيك الموجودين، كبست هون قلت له فور اكزامبل خذ لي هذا الستايل. اوكي، هاو خلصين يعني جاهزين مثل مني، بس بكبس عليهم انا اي وحده بدي اياها. طيب جيت انا هلا لحتى اقول له انه بالاكتيفيتي شو الاوتلاين اسود، شو الفيل ابيض. بكل بساطه كبست عليها نقيت اسود ابيض منهم. اذا لا بقول له انا shape fill حط لي ابيض، او بمعنى الثاني no fill. حنشوف هلا شو بيختلفوا. shape outline حط لي اياها for example outline اسود. اوكي، نفس الشيء. سو كبس for example هاي انا لحتى تظبطها. شو مكتوب بقلبه؟ مكتوب all about me. كيف بكتب بقلبه؟ كبسه وحده بس وفي اكتب بالكيبورد. اوكي، سو حفوت انا هلا على الكيبورد لا اتاكد عم يكتب. اوكي، all space about space me. اوكي، كيف بنزل على نيو لاين؟ انتر. الانتر بنزل على نيو لاين، باك سبيس بتمحي، شيفت ميك كابيتال لتر، والسبيس بار هي اطول كبسه بالكيبورد بتخلي سبيس بين الكلمات. انتر. شو مكتوب تحت؟ هامينيمايز by me 3 نقاط student. حاجل هون حاكتب انا by me الثلاث نقاط بنجيبهم من هون، حل question mark 1 2 3 space student shift s. اكيد هون نكتب اسمنا. اوكي، يب
ها ما كتبتش. ليس لأنه مش كابس بقلبه أنا صح. حاجة أجن إكبس هوني ثلاث نقاط. أوكي باي ستودنت. أوكي هاو ماني مايز. خلاص أكيد محل ستودنت تكتبوا أسمائكم. جيت أنا هلأ بدي لون هاي الشيب مثل ما حكينا، بس إكبس عليها بتبين دورين تولز فوق بتعامل معها من هوني، أو بكبس أنا على إذا بديش أتعامل مع الشيب بتعامل مع التكست تول. يعني الـ All About Me لونه أسود، في عندي أكتر من أوبشن مثل ما حكينا last time، في لونه من هوني نقيلي for example هاي اللون، Change Size عملها Bold Italic Underline عملها Shadow. هاو التفاصيل حكينا عنهم لحتى تشيل الـ Contour Z. أوكي أو بكبس على Undo ليمحي آخر step أنا عملته. اكزامبل كبس على التولز دورينج تولز فوق قلت له اعمل لي هذا اللون، يعني هاي المايل اللي بتعامل معها مع التكست، هذيك المايل اللي بتعامل معها مع الشيب. هاي اللون فور اكزامبل. في ستايلز جاهزين مثل ما في ستايلز للشيب، في ستايلز كمان للتكست. بس هوني فور اكزامبل خلي ليها اسود، عملتها بهي الشكل. لا هي الوحده انا بديها، بديها اسود. ذس وان اوكي خليتها هيك. نفس الشيء في عندي تكست فيل، لون الفيل يلو، الاوت لاين طبعه احمر مثل ما عملنا هونيك، نفس الشيء. اوكي بس انا حاكتفي بهالسلايد بهالديزاين للستايل للورد للتكست. يعني خلصت من انا من الهوم تاب، فعليا بكون خلصت الشيب صح، عملت ريكتانجل. هاو هني ستارز نام جيبهم من الشيب. اوكي شيت على الشيبس لهون 5 بوينت ستار. هاو ستارز هاي فلو تشارت، هاي ايكويشن، هاي اروز، هون بيسك شيبس بنزل تحت ستارز. اوكي فاذا لازم تكون موجوده هون فور اكزامبل ذس وان. عملت اول وحده، شو الفل والاوتلاين لها؟ اسود بابيض. اوكي كبست عليها بين التولز نفس الشيء، لانه كل الشيب بينه التولز اللي لهم دورين تولز. الشيب فل هو ابيض، الاوتلاين هو اسود. اوكي هلا في حال نقيت انا اي ستايل من هون، نفس الشيء كمان في نقي الابيض والاسود من هون، بعدين بنشوف نحن كيف نخلي الشيب يخفي اللي وراء. اوكي بدي اعمل منها هيدي 4، فاذا مش حاجة اعمل اكثر من وحده كبسه اليمين عليها، بقول لها كابي نسخ لي اياها، بعدين كبسه اليمين بقول له بيست. اذا لا شلتها، اذا لا بكبس عليها الكبسه بالهوم تاب، هاي الكابي كبستها بيست، اعمل لي وحده حطيتها. يعني يا كمبيوتر ينسخ لي هالاوبجكت واعمل لي منه اكثر من اوبجكت. كيف بعملها موف؟ بحملها من نصها بس زيح يبين هالسهم عندي فيه كبر الشيب وصغره. اما اذا حملتها من فوق بعمل روتيت. اوكي اذا لقطتها من النص بين هالسهم عندي البلس، يعني هي معناتها موف، بحملها وبزيحها محل ما انا بدي. بعد بدي وحده حطيتها. فاذا تعلمنا كابي بيس بنفس الوقت، هي لاحظين الخطوط عم ببينوا لحتى يكونوا على سويه بعضهم صح. بيقول لي هلا بعد بدي اوصلهم بالخطوط بالبنسل. اوكي ما في عندي بنسل هوني مثل ما كنا نشتغل على البينت، حفوت هون حشي له شيء اسمه بقلب البيسك نو بقلب اللاينز. في عندي اخر واحد السكربل هو خط بيخليني اعمل انا اي شيب بدي اياه مثله مثل البنسل ذس وان. اوكي سو من اللاينز جبتها، اذا لا نفس الشيء انسرت شيب باللاينز اخر وحده. عملت انا من هاي النقطه لهاي النقطة for example، بينت عندي على شكل خط، نقيت for example هاي الخط لونه أسود. نفس الشيء outline، في فوت outline اللي هو داشز إذا بدي موصل أو هالتفاصيل كلهم، أو زيد thickness تبعه شوي مثل ما أنا بدي. okay. خليتها مثل ما هي. again بعدني منقي كمان أنا هاي وعملت وحدة بهي الشكل، حاولوا أن تكون شوي مثل ما هي طالعة هونيك زيكزاك. أكيد من نقطة لنقطة بدي إياها. أجين كبست عليها بعد وعملتها هيك. ده هيك بكون فعليا خلصت. هوا بعدين بنشوف نحن كيف نعمل insert لإيمج وبنزتهم بقلبها، إنه هودي images هيكونوا. أوكي هلا فعليا خلاص أنا بكون هيدي title slide، بدي منكم بس نلونهم مثل ما نحن بدنا. يعني كبست هاي في drawing tools قلت له أعطيني لونه for example هيدا اللون والاوتلاين هو بلو ليبينوا اكثر. اوكي انتم لونوهم مثل ما انتم بدكم، في كمان لون هذا الشيب مثل ما انا بدي. سو فيكم تشتغلوا
كل الحرية بسلايد 1 لحتى زينها لونها اعمل كل هذه التفاصيل اللي انا بدي اياهم. هلا اهم شيء نكتب محل كلمه ستودنت اسمنا. اوكي نيكست تايم ان شاء الله حنخلق نحن سلايد 2 وحنبلش بالبرزنتيشن تبعنا نجهز له ان شاء الله. هيك نحن بنكون خلصنا. قبل ما اخلص بنعمل سيف از بس لحتى نيكست تايم كفيها لحتى احفظ الكمبيوتر الفايل بالكمبيوتر. حقول له فايل سيف از لحتى اعمل حفظ هذا الفايل بالكمبيوتر عندي انه حنفتحه نيكست تايم تبهوله. بس سيف از بيقول لي وين بدك تسيفها؟ خليها على الديسكتوب يعني على شاشة الكمبيوتر. سميتها انا هلا activity 1 داش اللي هي حد الزيرو بجيبها هذه الداش. اوكي activity 1 space داش اسمي خلصت وخليتها وين على الديسكتوب قلت له سيف صار اسمي فوق. هلا activity 1 name powerpoint اكس كلوز هيك وخلصت activity 1 بتطلع على الداسكتوب بلاقيها هون. نيكست تايم ان شاء الله بنفتحها وبنكفي عليها سلايد 2. اهم شيء نعمل سيف. كيف عملتها؟ فايل سيف از داسكتوب كتبت هون اكتيفيتي 1 داش اسمي كبست على السيف. اذا ما كبست على السيف بتبين اسمي فوق. اوكي ما بتاخذ يعني انا ممنوع اعمل اكس كلوز الا لما نكون خلصها بهذا الشكل. هيك نحن بنكون خلصنا سيشن 1 او اكتيفيتي 1. نيكست تايم ان شاء الله حنكفي بسلايد 2 اكتيفيتي 2. ثانك يو فور واتشينج. ويش يو اول ذا بيست. سي سيف اند جود باي.